اليوم، وما زال معنا شباب من قبائل أخرى، من قبائل من كافة القبائل تتوافد من كل مكان الحمد لله، ومنا شيوخ وعقلاء في القاهرة حاليا مع القيادات للقوات المسلحة لحفظ يعني أن لا يحصل بطريق الخطأ أي خطأ من مع أبناء القبائل الذين هم في ظهير أصلي مع الجيش، وأن يتم التنسيق بشكل حقيقي لتطهير هذه الجرثومة الغريبة والدخيلة على مجتمعنا. حضرتك بتقول لي ان انتوا بتنسقوا مع القوات المسلحة عشان ما يحصلش اخطاء كمان وانتوا بتواجهوا العناصر الارهابية. يا فندم تمام، ونحن احنا امتداد للقوات المسلحة، وطول عمرنا احنا جزء من 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 من, من, من الجيش، ويد للجيش في 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 في, في في الحقيقة وفي الصح، وحين اللزوم وحين الأوقات الصعيبة يظهر معدن الناس.